se nikada i nigde ne ponove. Sorijski par, utakmice gospoda Slavena Nikolove, Georgi Račevski, delegat Zorica Bašić. Bismillahirrahmanirrahim. جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان، نحييكم من داخل استوديوهاتنا بقناه الاهلي بالسادس من اكتوبر بمدينه الانتاج الاعلامي لنقل اولى مباريات فريق النادي الاهلي لكره اليد في خلال الموسم 2023-2024 في اطار استعداد الفريق لمباريات وموسم مدخم بالبطولات من بطوله دورة الأبطال الدولية من صالة سوبر نوفا مدينة ديبوي بالبوسنة. المباراة الثانية اللي بياخدها فريق النادي الأهلي في البطولة لعب الفريق امبارح مع فريق يورو فارم المقدوني، كسب النادي الاهلي 34-23. اقيمت اليوم قبل مباريات النادي الاهلي ثلاث مباريات، سلوجا البوسني ويورو فارم المقدوني. فاز سلوجا يورو فارم 39-24، برشلونه الاسباني وكرواتيا زغرب 31-25 لبرشلونه. فوجفودينا الصربي وتسيلجي السلوفيني، فاز فوجفودينا الصربي 27-24. شارك فريق النادي الاهلي في معسكر اعداد في سلوفينيا، اقيم معسكر الاعداد من 5 ل 13/8. شارك الفريق في مباراتين بمعسكر سلوفينيا مع كيركا السلوفيني وترايمو السلوفيني، ثم شارك الفريق في دورة الأبطال الدولية اللي بيحمل لقبها النادي الأهلي وبيشارك فيها للموسم الثاني على التوالي. موسم مليء بالبطولات ينتظر لاعبي النادي الأهلي ومديرهم الفني مستر ديفيد ديفيز. بيمثل النادي الأهلي النهاردة نبيل شريف رقم 2، الوافد الجديد من نادي الشمس محسن رمضان، إسلام راضي، عبد الرحمن فيصل، عبد العزيز إيهاب زيزو، محمود عبد العزيز جدو، عبد الرحمن طه، أحمد خيري، عمر ساري، إبراهيم المصري، محمد لاشين، وعودة من إصابة بالرباط الصليبي، ألف سلامة يا لاشين، محمد مجدي الوافد الجديد على الفريق من نادي سموحة، ياسر سيف، أحمد هشام سيسا، أحمد عادل، محمد إبراهيم، عمر خالد كاستيلو. بدأت المباراة بهدف لمونبلييه الفرنسي، هجمة للنادي الأهلي، رمية حرة، أحمد خيري يمثل النادي الأهلي على أرض الملعب، عبد الرحمن طه في حراسة المرمى، أحمد خيري، لاشين، أحمد عادل على الدايرة، عبد الرحمن فيصل في الليفت باك، وعبد العزيز إيهاب ليفت وينج، فيصل ورمية 7 أمتار لعبد الرحمن فيصل، 1-0 لمونبلييه الفرنسي. في أول توقف هنقول لحضراتكم تشكيل مونبلييه الفرنسي، عمر سامي دحروب وهدف 1-1، هدف للنادي الأهلي. مونبلييه لوكاس بيلاس رقم 10، 4 ديوغو سيموني الأرجنتيني، رقم 20 سكوبي من لعيبة سكوبي، اختراق على الدايرة ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار للاعب الدايرة فيرون ناشينوفيتش لاعب مونبلييه الفرنسي.
التحفيز لوكاس بيلاس، لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه، وهدف هدف لمونبلييه الفرنسي 2-1. لوكاس بيلاس، فيصل، احمد خيري سنتر باك، فيصل، رحمان فيصل، احمد خيري، ودفاع من مونبلييه، عبد الرحمن فيصل، ومحاوله اختراق ورميه حره، رميه حره، احمد عادل، عبد الرحمن فيصل لاحمد خيري، وتقع من احمد خيري، هجمه مرتده، هجمه مرتده، والهدف الثالث لوكاس بيلاس 3-1 مونبلييه. لوكاس بيلاس، هجمه للنادي الاهلي، لاشين، احمد خيري على الدايره، ياخدها فيصل لاشين مره ثانيه، وترجع الهجمه ثاني مع النادي الاهلي، احمد خيري، لاشين، ودفاع متقدم من مونبلييه، احد الفرق الاوروبيه الاقويه جدا، ورميه 7 امتار عبد الرحمن فيصل، طاقم تحكيم من مقدونيا بيقود اللقاء، جورجي ناشفيسكي وسلاف نيكولوف من مقدونيا، رميه 7 امتار للنادي الاهلي، عمر سامي، عمر سامي، الهدف الثاني للنادي الاهلي، عمر سامي، جيرون، جيرون ناشينوفيتش، دييغو سيموني، سكوبي، سيموني، سكوبي ليه، فالنتين بورتي، اختراق ورمية 7 امتار واستبعاد لمدة 2 دقائق لعبد الرحمن فيصل، استبعاد 2 دقائق لفيصل، هيلعب النادي الاهلي ناقص لاعب لمدة 2 دقائق، رمية 7 امتار على التنفيذ لوكاس بيلاس، لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه، عبد الرحمن طه، والهدف الرابع لمونبلييه الفرنسي 4-2. لاشين، عمر سامي، خيري، بيلعب النادي الاهلي بدون حارس مرمى، النقص العددي، نبيل، خيري، احمد خيري، اختراق من احمد خيري، ورميه حره، رميه حره، بيشارك لاول مره محمد مجدي الوافد الجديد من نادي سموحه مع النادي الاهلي، احمد خيري، واختراق من احمد خيري، وعمر سامي، رميه مرمى لمونبلييه، دييغو سيموني، سكوبي، سكوبي لا فالنتين بورتي، سكوبي لدييغو سيموني، اختراق للوينج رايت، سكوبي تاني، دييغو سيموني، واختراق من هدف، هدف لوكاس بيلاس، وينج ليفت، هدف من وينج ليفت لوكاس بيلاس، الهدف الخامس لمونبلييه الفرنسي، هجمه مع النادي الاهلي، عمر سامي، لاشين، لسه ما اكتملش النادي الاهلي، مجدي، مجدي مرة تانية لناشين، لمجدي، محاولة اختراق من مجدي وتسديد وتصدي من حارس المرمى، حارس المرمى ريمي ديبوني، ريمي ديبوي،
احسن حارس مرمى في اوروبا والحارس الاول لمنتخب فرنسا، رمية حرة للنادي الاهلي، ياسين واحمد عادل على الدايره، احمد خيري محاوله، خيري لمجد وكامل للنادي الاهلي بنزول عبد الرحمن فيصل، احمد عادل على الدايره وسبع امتار، رميه سبع امتار للنادي الاهلي واستبعاد لمده دقيقتين للاعب مونبلييه الفرنسي اللاعب فيرون ناشينوفيتش، 5-2 لصالح مونبلييه. عمر سامي على التنفيذ، رميه سبع امتار في مواجهه حارس المرمى العملاق ريمي ديبول، وهدف للنادي الاهلي عمر سامي، 3-3 عمر سامي. هجمه مع مونبلييه والسنتر سنتر هاف سكوبي وشايفين احمد هشام سيسا طالع مان تو مان، ورميه سبع امتار على احمد خيري لصالح الخطير سكوبي. رميه سبع امتار لمونبلييه الفرنسي ونزل محمد ابراهيم حارس المرمى النادي الاهلي في مواجهة لوكاس بيلاس أحد أخطر اللاعبين في مونبلييه، وهدف 6-3 لصالح مونبلييه الفرنسي. عمر سامي لاشين لأحمد خيري، لاشين مرة تانية لخيري وينزل ياسر سيف لخيري لاشين، ودفاع من مونبلييه، دفاع متقدم من مونبلييه على الدايره اتقطع ويقطعها تاني ياسر سيف لخيري للاشين، واختراق من لاشين ورميه مرمى لمونبلييه الفرنسي. قبل بداية البطولة شارك مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي في محاضرة فنية لجميع مدربي البطولة بمشاركة كارلوس أورتيجا مدرب برشلونة. هجمة لمونبلييه، سكوبي لديجو سيموني، سكوبي مرة تانية على الدايرة لوكاس بيلاس، ورمية سبع أمتار على إبراهيم المصري، صخرة الدفاع الأهلاوية إبراهيم المصري. بيشارك في دورة الأبطال الدولية ثمان فرق بتضم مجموعة النادي الأهلي، يوروفارم المكدوني ومونبلييه الفرنسي وسلوجا البوسني. هدف للوكاس بيلاس من مونبلييه 7-3. المجموعه الثانيه بتضم برشلونه الاسباني، فوجودينا الصربي، وكرواتيا زغرب الكرواتي، وسي سلي السلوفيني. هجمه مع النادي الاهلي، لاشين فيصل لخيري واحمد عادل على الدايره، و رمية حرة ولا رمية سبع أمتار، وفي عقوبة على أحد لاعبي مونبلييه، ينتظر الحكم لما يقوم اللاعب. رمية سبع أمتار للنادي الأهلي ولا رمية حرة زي ما حضراتكم شايفين. لاعب دييجو سيموني ألف سلامة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، كابتن هاني النجدي مدير الفريق، مستر ديفيد ديفيز مدير فني،
محمد إبراهيم مدرب العام، مستر فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى، كابتن محمد أبو زيد إداري الفريق، ودكتور عمرو يوري أخصائي العلاج الطبيعي. رمية حرة للنادي الأهلي، أحمد عادل، 7-3 لمونبلييه الفرنسي. خيري بلاشين، خيري وتتعكس الكرة على النادي الأهلي، وهجمة مرتدة، هجمة مرتدة يقطعها لاشين، هجمة مرتدة للنادي الأهلي، عبد الرحمن فيصل لسيسا، سيسا يصدها حارس المرمى، حارس مرمى عملاق يا جماعة، ريمي ديبو، وهدف لمونبلييه للاعب رقم 15 أحمد هشام دودو المصري. المصري أحمد هشام دودو أحد المواهب المصرية في الدوري الفرنسي. يقطع الكرة فيصل لطه، عبد الرحمن طه للاشين، لأحمد خيري، ويوقف الملعب حكم المباراة. بيمثل نادي مونبلييه النهارده مارتن نيلز، سيباستيان كريسو، دييغو سيموني، فيلمونت كيليا، أليكسيس بيرثير، لوكاس بيلاس، تشارلز بولنينجر، أحمد هشام دودو، جيمي فرنانديز، أرثر لين، سكوبي، كونان كاري، ماثيو كورني، دوبوي أدني، وبريان مونتي، وفالنتين بورتي الظهير الأيمن، وريمي ديبوي حارس المرمى، وفيرون ماشينوفيتس مدرب الفريق اللي بيقود الفريق من 30 سنة، باتريس كانييه أحد أعظم مدربين كرة اليد في أوروبا. هجمة مع النادي الأهلي، ورمية حرة لأحمد خيري، 8-3 لصالح مونبلييه الفرنسي. المباراة الثانية في مجموعة النادي الأهلي، لعب النادي الأهلي بالأمس مع يوروفارم المقدوني وكسب الأهلي 34-23، ولعب مونبلييه بالأمس مع سلوجا البوسني وكسب 44-20. المباراة على صدارة المجموعة، النادي الأهلي بيدافع عن لقب البطولة اللي بيشارك فيها للعام الثاني على التوالي، بطولة دورة الأبطال الدولية الودية بمدينة ديبوي بالبوسنة والهرسك. رمية حرة للنادي الأهلي، ودي أحمد عادل، ودي حارس المرمى العملاق ريمي ديبوي أحسن حارس مرمى في أوروبا. لاشين، خيري، فيصل على الدايرة لأحمد عادل، وهدف، هدف للنادي الأهلي، 8-4، 8-4. هجمة لمونبلييه ورمية جزائية على إبراهيم المصري، واستبعاد لمدة دقيقتين لإبراهيم المصري على سيباستيان كيرسون رايت وينج لمونبلييه الفرنسي، وينج رايت، تدخل من إبراهيم المصري يستدعي استبعاد لمدة دقيقتين. على التنفيذ لوكاس بيلاس، لوكاس بيلاس وطاها، طاها، وهدف لمونبلييه، 9-4، 9-4. احتكاك قوي، احتكاك قوي جدا في بداية فترة إعداد النادي الأهلي اللي بيستعد لموسم قوي جدا ومتخم بالبطولات. هيشارك الفريق على مدار الموسم في 7 بطولات دوري المحترفين، لاشين دوري المحترفين، وسوبر كلوب كاس العالم للأندية في السعودية، لاشين رمية حرة للنادي الأهلي، والسوبر المصري اللي هيقام في 9 ديسمبر في صالة الفجيرة في الإمارات. ياسر، وهدف ياسر سيف
ياسر سيف على الدايره، اسيست من لاشين لياسر سيف 9-5. هجمه مع مونبلييه، فلانتيس بورتي الظهير الايمن، فلانتيس ل سكوبي على الدايره، على الدايره وسبع امتار بيلعب النادي الاهلي ناقص لعيب، رميت سبع امتار ل لاعب مونبلييه، رقم 93 فيرون ناشينوفيتش، لوكاس بيلاس وهدف، هدف لوكاس بيلاس 10-5 لصالح مونبلييه الفرنسي. زي ما قلنا حضراتكم النادي الاهلي هيشارك في سبع بطولات على مدار الموسم، بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري اللي هتقام يوم 28 سبتمبر في الكونغو برازافيل، بيعقبها السوبر جلوب كاس العالم للاندية والسوبر المصري ودوري المحترفين، وسبع امتار للنادي الاهلي الياسر، واستبعاد للاعب مونبلييه الفرنسي رقم 28 رقم 2 رقم 2 سيباستيان كيرسو. هيشارك النادي الاهلي في كاس مصر، كاس الكؤوس الافريقيه والسوبر الافريقي المؤهل للسوبر جلوب 2024. عمر سامي وهدف لعمر سامي، برافو عمر، 10-6 لصالح مونبلييه الفرنسي. زي ما قلنا حضراتكم ان مجموعه النادي الاهلي في دوره الابطال الدوليه بتضم الاهلي و هجمه لمونبلييه، سكوبي على الدايره، على الدايره لفيرون، وبرافو يا طه، هجمه مرتده للنادي الاهلي، لاشين لخيري، خيري للاشين مره ثانيه، رمي الجانب، رمي مر، رمي حره، رمي حره للنادي الاهلي، خيري ل نبيل، خيري نبيل شريف، محسن رمضان، احمد خيري لمحسن رمضان مره ثانيه، لاحمد لنبيل شريف، خيري على الدايره لياسر، تروح لحارس المرمى ريمي ديبوي، هجمه لمونبلييه الفرنسي، دودو زي ما احنا شايفين، احمد هشام دودو احد المواهب المصريه، بطل كاس العالم للناشئين رفقه عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي اللي بنتمنى له الشفاء من رباط الصليبي. بلوك، بلوك من نبيل، وهجمه مرتده للنادي الاهلي، ياسر سيف، احمد خيري، خيري اختراق من خيري لمحسن رمضان، محسن رمضان ورميه حره لصالح النادي الاهلي، هيشارك النادي الاهلي في بطوله السوبر جلوب في السعوديه اللي هيشارك فيها النادي الاهلي بصفته بطل السوبر الافريقي، ماجدبورج الالماني بطل اوروبا، كيلسي البولندي وصيف بطل اوروبا، فوكس برلين بطل الدوري الاوروبي، برشلونه الاسباني اللي هيشارك بدعوه خاصه من الاتحاد الدولي، النجمه البحريني بطل اسيا، النور والخليج السعوديين بطل الدوري ووصيف الدوري السعودي، وسان فرانسيسكو بطل امريكا، سان فرناندو بطل امريكا الجنوبيه،
تايجرز بطل استراليا، ويتبقى عقد المشاركين بالسوبر جلوب ببطل البطولة العربية اللي بتقام بالسعودية. أحمد هشام دودو هدف لمونبلييه وهجمة للنادي الأهلي، رميت جانب 11-7، هجمة مرتدة سريعة، دودو أحمد هشام دودو على الدايرة ورميت 7 أمتار على نبيل شريف لصالح لاعب الدايرة الخطير فيرون ناشينوفيتش لاعب مونبلييه الفرنسي. فريق مونبلييه الفرنسي هو تاني الدوري الفرنسي هذا الموسم، لعب على مدار الموسم 30 مباراة، كسب 26 مباراة وخسر 4 مباريات. لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه، وهدف لوكاس بيلاس، متخصص في الرميات الجزائية لوكاس بيلاس. هجمة للنادي الأهلي، هجمة مع النادي الأهلي، عمر سامي دحروب من جرايت النادي الأهلي، نفس رمضان في باك رايت، سنتر باك أحمد خيري، نبيل شريف في الباك ليفت، وعبد العزيز إيهاب في الوينج ليفت. نفس رمضان ورمية حرة للنادي الأهلي، ياسر سيف التنفيذ، ياسر سيف لمحسن رمضان لأحمد خيري، محاولة اختراق من نبيل لخيري، خيري لياسر على الدايرة يصدها، حارس المرمى العملاق ريمي ديبول. هجمة لمونبلييه لدودو وسبع أمتار على إبراهيم المصري، واستبعاد لمدة دقيقتين لمحسن رمضان. هيلعب النادي الأهلي ناقص لاعب لمدة دقيقتين، استبعاد لمحسن رمضان، دفاع من جوه منطقة الستة، خرج عبد الرحمن طه ونزل محمد إبراهيم ميحة حارس المرمى. على التنفيذ لوكاس بيلاس المتخصص، احد اقوى اللعيبه في اوروبا، وهدف 13-7 لمونبلييه الفرنسي. هجمه مع النادي الاهلي، يخرج حارس المرمى، مرمى الاهلي خالي لتعويض النقص العددي. الهجمه مع النادي الاهلي، نبيل محاولة اختراق على الدايرة، ياسر سيف على الدايرة، ياسر سيف ورامية حرة على كونان كاري لاعب مونبلييه وأليكسيس بيرفيه، دفاع مزدوج، رامية حرة لصالح النادي الأهلي، ياسر سيف لاعب الدايرة لوليد 2000 أحد أبطال بطولة العالم للناشئين. أحمد خيري ناشين، نبيل شريف، واستبعاد لمدة دقيقتين، مفيش استبعاد، رمية حرة على أرثر لي لاعب مونبلييه، وادي أمام حضراتكم باتريس كانييه الأسطورة اللي بيقود مونبلييه الفرنسي منذ 30 عام، ما سابش الفرقة، مدرب الفرقة من 30 سنة، أحد أقوى المدربين على مستوى أوروبا، بيقابله ديفيد ديفيز أحد أقوى المدربين على مستوى أوروبا ومستوى الدوري المصري. ياسر سيف وهدف، للنادي الأهلي 14-8 لصالح النادي الأهلي. ياسر محمد سيف الدين في استبعاد دقيقتين، لأحد لاعبي مونبلييه الفرنسي، 13-8
سكوبي لدودو سكوبي هجمة لمونبلييه دودو أحمد هشام دودو ورمية مرمى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي 13-8 نبيل لزيزو عبد العزيز إيهاب أحمد خيري سنتر باك للاشين لنبيل شريف وتسديده يصدها وفاست بريك الهدف بره المرمى مرمى الاهلي كان خالي لتعويض النقص العددي ينزل عبد الرحمن طه رميه مرمى لصالح النادي الاهلي تسديده كانت من نبيل شريف والهجمه مع النادي الاهلي نبيل لخيري خيري اختراق من خيري ورمية حرة لصالح النادي الأهلي رمية حرة على أليكسيس بيرثييه لاعب مونبلييه وادي الجماهير البوسنية داخل صالة سوبر نوفا في مدينة ديبوي بمقاطعة سيربيسكا في البوسنة ياسر سيف لأحمد خيري أكس رمضان نبيل شريف محسن لخيري لمحسن رمضان وتسديدة وتصدي من حارس المرمى يلمها على ريباوند على عزيز إيهاب لمحسن رمضان لعمر سامي عمر سامي بره المرمى بره المرمى عمر سامي هجمه مع مونبلييه الفرنسي اللي بيلعب ناقص لعيب لم تكتمل صفوفه حتى الان اكتمل مونبلييه هجمه احمد هشام دودو سكوبي مرة تانية أحمد هشام في الرايت أحمد هشام لسكوبي لأحمد هشام اختراق الدايرة يجيبها عبد الرحمن طه وهجمة مرتدة سريعة للنادي الأهلي أحمد خيري ورمية حرة لصالح النادي الأهلي ياسر سيف نبيل شريف عبد العزيز ايهاب نبيل وفي لعيبه بتشتكي من الكوره يوقف حكم المباراه وادي امام حضراتكم محمد مجدي لاعب النادي الاهلي رقم 62 الوافد الجديد من سموحه وادي مستر فينيو لوزرت وينزل اسلام راضي في مركز سنتر باك اسلام راضي مواليد 2002 هو الشقيق الاصغر للاعب النادي الاهلي احمد راضي اللي كان معار لنادي سبورتنج وعاد لصفوف النادي الاهلي اللي بنتمنى له السلامه الغايب للاصابه واسلام راضي تسديده رمية جانب للنادي الاهلي محسن رمضان عمر سامي محسن رمضان لإسلام إسلام راضي لمحمد مجدي راضي محسن رمضان مجدي وتسديدة يتصدى وفاست بريك فاست بريك يقطعها عبد الرحمن طه برافو يا طه إسلام راضي لمجدي لإسلام مرة تانية استنى إسلام يغير وتكتمل عشان يبدا الهجمه وشوف التكتيك اللي هيتلعب اسلام لمحسن رمضان اسلام راضي محسن رمضان مره تانيه محاوله اختراق من محسن محمد مجدي لمحسن رمضان واشاره لعب سلبي على النادي الاهلي وتسديده من محسن رمضان بره المرمى
13-8 لصالح مونبلييه الفرنسي. دودو لاعب الدايره رقم 18، رقم 19 ارثر لي وسكوبي اللعيب الخطير، رقم 2 سباستيان كيريسون. دودو سكوبي لكيريسون، دودو مرة تانية وتسديد من دودو، هدف، هدف أحمد هشام السيد دودو. إسلام راضي، محسن رمضان، محمد مجدي وإسلام راضي، محسن وإسلام. 14-8 لمونبلييه الفرنسي. اختراق من محسن رمضان لإسلام راضي لعبد العزيز إيهاب، وهدف عبد العزيز إيهاب عاشور زيزو. 14-9 لصالح مونبلييه الفرنسي. دودو للاعب رقم 10 لوكاس بيلاس، وينج ليفت لسيباستيان كريسون. سكوبي سيباستيان، سكوبي دودو لكريسون، سكوبي لدودو لسكوبي. الدايرة، اختراق من دودو ورمية حرة، رمية حرة على لاعب النادي الأهلي ياسر سيف، وتايم أوت. يطلبوا المدير الفني لمونبلييه باتريس كانييه. زي ما قلنا لحضراتكم، النادي الاهلي في المجموعه الاولى اللي بتضم يورو فارم المقدوني ومونبلييه الفرنسي وسلوجا البوسني. البطوله بيشارك فيها 8 فرق، وتعد من اقوى البطولات في اطار تحضير النادي الاهلي لفتره الاعداد لموسم قوي. سبق البطوله زي ما قلنا لحضراتكم معسكر اعداد في سلوفينيا لفتره من 5 ل 13 اغسطس. لعب الفريق في سلوفينيا مباراتين ثم انتقل الى مدينه ديبوي في البوسنه للمشاركه في دوره الابطال الدوليه الوديه بمدينه ديبوي بالبوسنه والهرسك. المجموعة الثانية في الدورة بتضم برشلونة الأسباني وفوجفودينا الصربي وكرواتيا زغرب الكرواتي وتسلي السلوفيني. هجمة مع مونبلييه، هنشوف تايم أوت إيه اللي حصل. اتقطعت، إبراهيم المصري، إسلام راضي، محسن رمضان، إسلام راضي. فريق قوي، فريق مونبلييه من اقوى الفرق في اوروبا، تاني الدوري الفرنسي. احتكاك قوي جدا للنادي الاهلي ورؤيه ثاقبه من مستر ديفيد ديفيز انه يشارك في معسكر في سلوفينيا ثم المشاركه في بطوله قويه في بدايه موسم. اسلام راضي، تسديده خارج المرمى، هجمه لمونبلييه. دودو وسكوبي لسيباستيان كريسون، سكوبي لدودو وتسديده من دودو وتصدي من عبد الرحمن طه. هجمه للنادي الاهلي، اسلام راضي، اسلام راضي لنبيل لمحمد مجدي لمها ياسر سيف على الدايره وتصدي من حارس المرمى ريمي ديبول، حارس مرمى قوي. هجمه مع سكوبي، مونبلييه، دودو، احمد هشام دودو، سكوبي لسيباستيان كريسون، دودو واختراق من دودو ودفاع من صخره الدفاع المصري احد اقوى المدافعين على مستوى العالم ابراهيم المصري لاعب النادي الاهلي كابتان النادي الاهلي هذا الموسم سنه اولى كابتانه.
دودو ودفاع من المصري قطعها عمر سامي وهجمة مرتدة عمر سامي وتصدي من حارس المرمى ريمي ديبوي حارس مرمى عملاق هيرجع النادي الأهلي من الدورة دي على بداية دوري المحترفين اللي هيبدأ في يوم 1/9 بمباراة الأهلي والزهور على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة الساعة 4 عصرا. كل التمنيات لحامل اللقب في موسم قوي وموسم متخم بالبطولات، 7 بطولات من أقوى البطولات اللي هيشارك فيها النادي الأهلي على مدار الموسم، إعداد قوي، دورة الأبطال، الودية الدولية ومعسكر سلوفينيا، هجمة مع مونبلييه، سكوبي لسيباستيان كريسو لأحمد هشام السيد، دودو، هنقول دودو بقى تتقطع، هجمة مرتدة، إسلام راضي، مرمى مونبلييه كان خالي، تيجي في العارضة، هارد لاك يا إسلام، هجمة مع مونبلييه الفرنسي، 14/9، أحمد هشام، دودو، سكوبي، لسيباستيان كريسو، لكونان كاري، سكوبي، دودو، لسكوبي، ويشوت، ورمية جانب، ويشوت اللاعب ماثيو كورني، اللاعب رقم 28 فالنتين بورتي، ظهير الأيمن، تسديدة تانية وبلوك من إبراهيم المصري، رمية جانب لمونبلييه واختراق وتسديد وإشارة لعب سلبي، على مونبلييه الفرنسي، دفاع قوي من النادي الأهلي، يلا يا رجالة، وانتهى وقت الشوط الأول ورمية حرة لصالح مونبلييه الفرنسي. تنتهي أحداث الشوط الأول، تسديدة وخارج المرمى، تنتهي أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الأول، تقدم مونبلييه الفرنسي 14/8، ننتقل سريعا 14/9 عفوا، انتهى أحداث الشوط الأول 14/9 زي ما حضراتكم شايفين، نعتذر وننتقل حضراتكم إلى استوديوهاتنا وإلى الكابتن هيثم السعيد، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية أعزائي المشاهدين، الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومونبلييه الفرنسي، الفريق الأول لكرة يد رجال ببطولة دورة الأبطال الدولية اللي بتقام بمدينة ديبوي بالبوسنة والهرسك. انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مونبلييه الفرنسي 14/9 في تألق لحارس المرمى ريمي ديبوي، حارس مرمى مونبلييه اللي خرج وبدأ الشوط الثاني حارس المرمى تشارلز بولنينجر، هجمة مع مونبلييه، سيباستيان كريسو، اللاعب رقم 28 فالنتين بورتي، ونزل سكوبي، فالنتين، اختراق ورمية جانب لصالح النادي الأهلي، عبد الرحمن طه لأحمد خيري اللي نزل مرة تانية، شفنا أحمد خيري خرج آخر 10 دقايق، مستر ديفيز بي لاعب جميع اللاعبين، وتصدي لعبد الرحمن طه، برافو يا طه،
رمية مرمى للنادي الأهلي، عبد الرحمن طه، أحمد خيري، زي ما شفنا حضراتكم مستر ديفيد ديفيز. المباراة في إطار الاستعداد لموسم قوي بيحمل النادي الأهلي فيه اللقب في بطولة دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر الأفريقي. هيشارك النادي الأهلي في 7 بطولات، وتسديدة من عبد الرحمن فيصل، الهدف العاشر للنادي الأهلي. 14-10، هجمة على الدايرة، على الدايرة، رمية مرمى، دفاع من ياسر سيف، ينزل أحمد عادل ويخرج ياسر سيف، أحمد عادل على الدايرة، لاشين العائد من إصابة، ألف سلامة يا لاشين. فيصل، خيري، اختراق من خيري وهدف، هدف. 14-11، 14-11. مباراة قوية على فترات من لاعبي النادي الأهلي دفاعيا وهجوميا. بدأنا الشوط الثاني سجلنا هدفين ومونبلييه لم يسدد، دفاع قوي من النادي الأهلي. إبراهيم المصري، فيصل، لاشين، وعمر كاستيلو، وسيسا، وأحمد خيري في المرمى، عبد الرحمن طه، سكوبي لاعب مونبلييه، لاعب رقم 20، هجمة مع مونبلييه، فالنتين بورتي، ولاعب رقم 2 سيباستيان كريسون بره المرمى. 14-11، 14-11، بتقرب المباراة. يلا يا لاشين لعادل وهدف. 14-12، 14. صحوة، صحوة اللاعب النادي الأهلي، صحوة اللاعب النادي الأهلي. أكيد مستر ديفيد ديفيز تعليمات بين الشوطين. مباراة قوية على صدارة المجموعة، النادي الأهلي بيحمل لقب البطولة، ولكن البطولة هذا الموسم بتختلف عن الموسم السابق. ليفل تاني من الفرق، 8 فرق من أقوى 8 فرق على مستوى الأهلي طبعا، قارة أفريقيا، بطل أفريقيا. وادي الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي بيرافق الفريق، والكابتن هاني النجدي مدير الفريق، وكابتن محمد أبو زيد. كابتن خالد العوضي ما بيسيبش فرقة الهاندبول طوال الموسم، مجهود كبير. تسديدة وتصدي من عبد الرحمن طه، تطور كبير في مستوى فريق كرة اليد في النادي الأهلي على مدار الموسم الماضي، وإن شاء الله بينتظر الفريق موسم صعب، بينتظر جميع فرق ألعاب الصالات في النادي الأهلي موسم صعب بعد الإنجازات والبطولات اللي تتحققت على مدار الموسم الماضي. الوصول للقمة سهل، ولكن الأصعب الحفاظ عليه. يقطع كاستيلو، يلا يلا يا كاستيلو، يلا كاستيلو. 14-13، بتقرب المباراة، بتقرب المباراة. 4 أهداف للنادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني، بتقرب النتيجة ل 14-13. احلوة المباراة، احلوة المباراة، فارق هدف لمونبلييه الفرنسي. مباراة مش بعيدة على الرغم من قوة مونبلييه الفرنسي، وبداية فترة إعداد بالنسبة للنادي الأهلي وأيضا بالنسبة لمونبلييه الفرنسي. تايم أوت بيطلبه المدير الفني لمونبلييه الفرنسي باتريس كانييه عشان يتدارك تقدم النادي الأهلي والصحوة اللي بدأ بيها النادي الأهلي الشوط الثاني. 14-13، قربت المباراة. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة. تايم أوت لمونبلييه الفرنسي. طبعا مش واضح التايم، الوقت الدقيقة كام، بتظهر النتيجة على الشاشة لكن ما بيظهرش الوقت، فات قد ايه من احداث الشوط الثاني. وادي احمد عادل على الدايرة، وادي الستيل من كاستيلو،
اللي قلص الفارق لهدف لصالح مونبلييه الفرنسي. احلوت يا جماعه المباراه. رميه حره لصالح مونبلييه الفرنسي على التنفيذ. اللاعب رقم 93 فيرون ناشينوفيتش لاعب الدايره لسكوبي ل فالنتين بورتي. ورميه حره لفالنتين بورتي الظهير الايمن لمونبلييه. بورتي سكوبي للاعب رقم 5 فيلمونت كيليان. ورميه حره دفاع من عبد الرحمن فيصل وابراهيم المصري. دفاع قوي ابراهيم المصري يا جماعه كابتن النادي الاهلي هذا الموسم بعد رحيل المايسترو اسلام حسن. هجمه مع مونبلييه سكوبي وعكس فاول عكسي. فاول عكسي لصالح النادي الاهلي وهجمه مرتده. خيري احمد خيري عاوز يعملها لوب من فوق حارس المرمى تشارلز بولنينجر الحارس المرمى الثاني. و استبعاد لمده دقيقتين على احمد هشام سيسا لصالح سيباستيان كريسون. ورميه جزائيه الرميه الجزائيه رقم 10 لصالح مونبلييه الفرنسي. تدخل من احمد هشام سيسا اللي تم استبعاده لمده دقيقتين على التنفيذ. لوكاس بيلاس اللي مسدد 9 من 9. لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه ويسجل لوكاس بيلاس. لوكاس بيلاس ما بيضيعش رميات جزائيه. يسدد 10 من 10 15 13 لصالح مونبلييه الفرنسي. احمد عادل على الدايره. عبد العزيز ايهاب فيصل في الباك ليفت. احمد خيري سنتر. لاشين في الباك رايت. وعلى الدايره احمد عادل. احمد عادل وهدف. هدف احمد عادل 15 14 يخرج احمد عادل وبينزل ابراهيم المصري في الدفاع وبينزل عمر خالد كاستيلو. بيلعب النادي الاهلي 5 لاعبين ناقص عددي. دفاع للنادي الاهلي ولاعب رقم 7 اليكسيس بيرفيه. اليكسيس بيرفيه يحرز الهدف رقم 16 لصالح مونبلييه الفرنسي. 16 14 لاعب رايت وينج لاعب مونبلييه. هجمه للنادي الاهلي في الهاف فيصل. لاشين في الرايت. خيري تبادل مراكز. احمد خيري اختراق من احمد خيري ورميه 7 امتار لصالح النادي الاهلي على كونان كاري. كونان كاري لاعب مونبلييه الفرنسي لصالح احمد خيري على التسديد. كاستيلو خرج عمر سامي. كاستيلو رميه وتسجيل هدف. هدف كاستيلو. هدف من رميه جزائيه 16 15 16 15 لصالح مونبلييه. واختراق من سكوبي خطير يا جماعه. سكوبي لاعب سكوبي رقم 20 لاعب خطير. سنتر هاف سنتر هاف من سلوفينيا لاعب قوي جدا. اختراق ودفاع قوي. دفاع قوي من النادي الاهلي. لاشين وكاستيلو مع فيلمونت كيليان. باك ليفت ل 28 فالنتين بورتي لسكوبي رقم 20. فالنتين سكوبي وتسديده خارج المرمى. خارج المرمى 16 15. كومباك كويس جدا لصالح النادي الاهلي اللي احرز 6 اهداف منذ بدايه الشوط الاول الثاني عفوا
لهدفين لصالح مونبلييه 16-15، والهجمة مع النادي الأهلي. مباراة الثانية لفريق النادي الأهلي والفريق مونبلييه في المجموعة الأولى، وتسديدة ورمية حرة واستبعاد لمدة دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين لفيرون ناشينوفيتش لاعب الدايرة، لاعب الدايرة لمونبلييه الفرنسي، رمية حرة لصالح النادي الأهلي. نستغل بقى النقص العددي يا جماعة، نحاول نستغل النقص العددي لمونبلييه ونحرز التعادل. فيرون ناشينوفيتش، أحمد خيري، ناشين، مستر ديفيد ديفيز بيدي وقت كتير للاشين عشان يرجع، وهدف أحمد خيري، تعادل، التعادل. نرجع لنقطة البداية و نقطة البداية من أول، تعادل 16-16. وادي أحمد هشام سيسا، بنستغل النقص العددي لمونبلييه، مرمى مونبلييه خالي، مرمى مونبلييه خالي، أليكسيس لسكوبي، سكوبي اختراق وتسديدة وهدف، هدف، هدف سكوبي، سكوبي هجمة مع النادي الأهلي. أحمد خيري لسه ما كملش، لسه ما كملش، مونبلييه ينزل أحمد عادل على الدايرة ويخرج إبراهيم المصري، فيصل، فيصل لخيري، خيري مرة تانية ورمية حرة على كونان كاري لاعب مونبلييه، فيصل وتسديدة صاروخية، فيصل تسديدة صاروخية، الباك ليفت، باك ليفت النادي الأهلي عبد الرحمن علي فيصل، تسديدة قوية ما يشوفهاش حارس المرمى تشارلز بولنينجر، حارس المرمى الثاني، حارسي المرمى لمونبلييه هما الحارسين الأساسيين في منتخب فرنسا. رمية حرة، كونان كاري لسكوبي، سكوبي محاولة اختراق وهدف، هدف سكوبي، في ثغرة في الدفاع، ثغرة في الدفاع، يخرج ينزل دودو، يخرج سكوبي وينزل دودو ويكمل، يكمل مونبلييه الفرنسي بنزول اللاعب رقم 17 الوينج ليفت جيمي فرنانديز. أحمد خيري لفيصل، أحمد خيري مرة تانية على الدايرة لأحمد عادل وهدف، تعادل، إحلوة المباراة، إحلوة المباراة، هدف وهدف. ندافع يا جماعة، ندافع يا رجالة، دودو ودفاع قوي من سيسا، وهجمة مرتدة للنادي الأهلي، أحمد خيري، أحمد خيري لسيسا لفيصل، يلا يا فيصل، يلا يا فيصل، تسديدة من فيصل، أعتقد استبعاد لمدة دقيقتين لأليكسيس بيرفييه لاعب مونبلييه الفرنسي اللي جذب فيصل من الخلف. برافو يا فيصل، أليكسيس بيرفييه زي ما حضراتكم شايفين بيأدي عبد الرحمن فيصل مباراة قوية. آدي المدير الفني الأسطوري باتريس كانييه اللي بيساعده ديفيد ديجور، بيلعب مونبلييه 42 دقيقة و40 ثانية على بداية المباراة، يتبقى 18 دقيقة 18 18، فرصة التقدم الأول للنادي الأهلي على مدار المباراة. لاشين، إشارة لعب سلبي، أحمد خيري وحجز، فاول، فاول عكسي على أحمد عادل، حجز على الدايرة وهجمة مرتدة، هجمة مرتدة، جيمي فرنانديز يحرز الهدف رقم 19، الهدف رقم 19 لمونبلييه. دخلنا دقيقة 43 أو 44
على الدايرة أحمد عادل في العارضة، هارد لاك يا عادل، هارد لاك، فرص سهلة زي ما شفنا وزي ما سمعنا محللنا في الاستوديو الدكتور فوزي فضالي والكابتن ياسر صلاح مع الكابتن هيثم السعيد، ان احنا ضيعنا فرص سهلة في الشوط الاولاني، ده اللي عمل فرق الاهداف. هجمات سهلة من على الدايرة بتضيع، واختراق لمونبلييه والهدف، هدف اللاعب رقم 28 فالنتين بورتيز ظهير الايمن، 20-18، ما استغلناش النقص العددي. نرجع تاني، تقدم هدفين لصالح مونبلييه الفرنسي. احمد خيري، فيصل، لاشين، احمد خيري مره تانية واختراق وهدف، هدف هدف بصوره جماليه من ورا ظهره احمد خيري. برافو يا خيري، برافو يا خيري. 20-19 لصالح مونبلييه الفرنسي. مباراة صدارة المجموعة في دورة الأبطال الودية الدولية اللي بتقام في مدينة ديبوي بالبوسنة والهرسك، اللي بيحمل لقبها النادي الأهلي وبيشارك فيها للموسم الثاني على التوالي. طاقم تحكيم مقدوني بقيادة جورجي ناشيفسكي وسلاف نيكولوف، ادي المدير الفني باتريس كانييه، باتريس كانييه. هجمه فيلمونت كيليان، تقع من دودو، ياخدها لاعب الدايره يتصدى دييجو سيموني الارجنتيني، اخطر لاعبي مونبلييه، يتصدى ليه عبد الرحمن طه. هجمه لاشين، لاشين ورميه سبع امتار، واستبعاد لمده دقيقتين، استبعاد لمده دقيقتين للاعب ارثر لي لاعب مونبلييه. ادي ارثر لي لاعب مونبلييه الفرنسي، استبعاد لمده دقيقتين ورميه سبع امتار. لاشين اللي بيديله وقت كتير مستر ديفيد ديفيز، اللي مؤمن بإمكانيات هذا اللاعب الناشئ مواليد 2001 الصاعد للدرجة الأولى، العائد من إصابة في الرباط الصليبي على مدار الموسم الماضي. كاستيلو، عمر خالد كاستيلو على التنفيذ، رمية سبع أمتار في مواجهة تشارلز بولينجر، وكاستيلو هدف، هدف كاستيلو. تعادل، تعادل 20-20، الأهلي ومونبلييه الفرنسي على صدارة المجموعة. أدي مستر ديفيد ديفيز، وتطور كبير في مستوى النادي الأهلي على مستوى الدفاع والهجوم في الشوط الثاني. شفنا لعيبة لعبت في الشوط الاولاني ولعيبه اشتركت في الشوط الثاني. هجمه سكوبي، دودو لفيلمونت كيليا، ل 28 فالنتين بورتي، ورميه جزائيه لاحمد هشام دودو، واستبعاد لمده دقيقتين لابراهيم المصري، الاستبعاد الثاني، الاستبعاد الثاني لابراهيم المصري خلال المباراة في حالة الحصول على الاستبعاد الثالث بعد النزول يتم استبعاد اللاعب خارج المباراة نهائيا. ابراهيم المصري من المدافعين المهمين في صفوف النادي الأهلي، اللي بيصنف من احسن مدافعين على مستوى العالم. لوكاس بيلاس ورمية، رمية الجزاء، برافو يا محمد ابراهيم، برافو 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 محمد ابراهيم، ميحة يتصدى لرمية جزائية للاعب لوكاس بيلاس اللي احرز 10 رميات جزائية، والرمية رقم 11 بيتصدى ليها محمد ابراهيم حارس مرمى النادي الاهلي، اللي بيلمها لوكاس بيلاس ويتصدى ليها مرة اخرى محمد ابراهيم. 20-20 وفرصة التقدم الأول للنادي الأهلي. مباراة قوية يا جماعة، بتحلو المباراة في نهايتها. وصلنا على ما أعتقد للدقيقة
48 او 49 منذ دقائق جات لنا الساعه من داخل. ياسر سيف ورميه مرمى، رميه مرمى لصالح مونبلييه، استلم الكوره من جوه الدايره ياسر سيف. كونان كاري تاني فرصه للتقدم بنضيعها، تاني فرصه للتقدم على مدار المباراه، وده التعادل رقم 4. هجمه لصالح مونبلييه، دفاع من النادي الاهلي 6-0. اختراق من لوكاس بيلاس، اختراق من لوكاس بيلاس، سكوبي عفوا، سكوبي اللاعب رقم 20، سكوبي اختراق. سنتر هاف السلوفيني يحرز الهدف رقم 21 لصالح مونبلييه الفرنسي. احمد خيري لاشين، احمد خيري واختراق، دفاع من اللاعب رقم 19 ارثر لي اللي كان مستبعد لمده دقيقتين ولسه نازل. كامل مونبلييه، احمد خيري، وهدف احمد خيري، التعادل، التعادل احمد خيري، وسنطره سريعه، سنطره سريعه، سنطره سريعه، ومرمى الاهلي كان خالي لتعويض النقص العددي. هدف لصالح مونبلييه الفرنسي 22 21. حاول عليها ياسر سيف، هجمه للنادي الاهلي، احمد خيري 22 21. مباراة صدارة المجموعة واللعب على النهائي، يتبقى للنادي الأهلي مباراة هتقام غدا الساعة 4:30 عصرا مع سلوجا البوسني. أول المجموعة هيلعب مع أول المجموعة الثانية على النهائي، على الأول والثاني، ثاني المجموعة هيلعب ثاني المجموعة على الثالث والرابع، الثالث هيلاعب الثالث على الخامس والسادس، الرابع هيلاعب الرابع على السابع وبالثامن. 22-21 لمونبلييه الفرنسي، والهجمه مع مونبلييه الفرنسي عفوا فيلمونت كيليان لسكوبي الخطير، سنتر باك مخضرم ما بيخرجش الا في اوقات قليله جدا. دودو على الدايره، عبد الرحمن طه، وفرصه للتعادل، ينزل احمد خيري ويخرج ابراهيم المصري، ياسر سيف على الدايره، عبد الرحمن فيصل في الباك ليفت، ولاشين يوقف حكم المباراه المقدوني سلاف نيكولوف المباراه. ادي الجماهير البوسنيه 49 دقيقه، 49 دقيقه واربع ثواني، يتبقى على نهايه المباراه 10 دقائق و56 ثانيه. محتار، محتار باتريس كانييه، النادي الاهلي على الرغم من ان المباراه في بطولة ودية وفي بداية فترة الإعداد، بيأدي لاعبي النادي الأهلي مستوى طيب جدا. أحمد خيري، أحمد خيري ورمية حرة، رمية حرة أحمد خيري، ياسر سيف على الدايرة، عبد الرحمن فيصل يقطع أحمد هشام سيسا على الدايرة لأحمد خيري لسيسا، يقطعها دودو، يقطعها أحمد هشام السيد دودو المحترف المصري في صفوف مونبلييه، مونبلييه الفرنسي. رمية حرة، حارس المرمى تشارلز بولمينجر، 22-21، 50 دقيقة، 50 دقيقة على بداية المباراة، 10 دقائق على نهاية المباراة، 22-21 لصالح مونبلييه الفرنسي. اليوم الثالث لبطولة دورة الأبطال بمدينة ديبوي بالبوسنة، صالة سوبر نوفا. هجمة مع مونبلييه، فيلمونت كيليان لسكوبي، فيلمونت كيليان باك رايت،
لأحمد هشام السيد. دودو على الدايرة، على الدايرة للاعب رقم 19 أرثر ليه. الهدف رقم 23 ينزل إسلام راضي. إسلام راضي في مركز سنتر باك. إسلام فيصل، إسلام يقطع سيسا يحجز ياسر سيف. اختراق من لاشين. إسلام راضي للاشين مرة تانية. إسلام للاشين ياسر سيف. إشارة لعب سلبي. فيصل ورمية جانب، رمية جانب لصالح النادي الأهلي. بلوك من اللاعب كونان كاري لاعب مونبلييه. كاستيلو. إسلام راضي نزل لاعب النادي الأهلي رقم 62 محمد مجدي الوافد من سموحة، إحدى صفقات الفريق خلال هذا الموسم في المركات الصيفي، هو ونبيل شريف القادم من نادي الشمس، اللاعب مواليد 2001. يتبقى باصة، باصة واحدة، إشارة من الحكم. مجدي، مجدي ورمية حرة ثانية. إشارة لعب سلبي. أربع باصات بس في اللعب السلبي، وتسديدة وهدف، هدف 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 من محمد مجدي. كرة صاروخية، صاروخية من محمد مجدي في نهاية آخر باصة في اللعب السلبي. 23-22 لصالح مونبلييه الفرنسي. دخلنا في 52 أو 53 دقيقة على نهاية المباراة. 23-22 لصالح مونبلييه الفرنسي. سكوبي، سكوبي ليه فالنتين بورتي. أحمد هشام، رمية، رمية جانب، رمية حرة، عفوا رمية حرة. أدي المصري أحد المواهب أحمد هشام دود، وأدي الكابتن ياسر لبيب، والكابتن هاني الناجدي مدير الفريق، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي بيرافق فريق كرة اليد في رحلة البوسنة. وأدي تعليمات من ديفيد ديفيز ومحمد إبراهيم المدرب العام. على الناحية الثانية على الجانب الآخر مستر باتريس كانييه، وتدوين لملاحظاته. سكوبي، سكوبي اللاعب الخطير لفالنتين بورتي. رمية حرة، رمية حرة لصالح دودو. التنفيذ اللاعب رقم 19 أرثر لي. اختراق ورمية سبع أمتار، رمية سبع أمتار لصالح أحمد هشام السيد دودو على لاشين. لاشين لاعب النادي الأهلي. باك رايت، تدخل عنيف يستدعي استبعاد لمدة دقيقتين. استبعاد لمدة دقيقتين للاشين. هيلعب النادي الأهلي ناقص لاعب لمدة دقيقتين. استبعاد لاشين. وادي أحمد هشام السيد دودو. رمية حرة. يخرج محمد مجدي وينزل محسن رمضان في الدفاع. رمية حرة. دودو، سكوبي ليه فالنتين، فالنتين لسكوبي، أحمد هشام دودو، أحمد هشام دودو، سكوبي مرة تانية، فالنتين على الدايرة، على الدايرة للاعب أرثر لي، لاعب الدايرة، سكوبي، دودو، إشارة لعب سلبي، أربع باصات فقط، اختراق ورمية سبع أمتار. رمية سبع أمتار لفالنتين بورتي الظهير الأيمن لمونبلييه، لاعب خطير. على التنفيذ أكيد اللاعب لوكاس بيلاس اللي تصدى له محمد إبراهيم. وادي محمد إبراهيم ميحة، محمد إبراهيم ميحة. يخرج عبد الرحمن طه،
يلا يا محمد، 52 دقيقة 55 ثانية، يتبقى 7 دقايق و5 ثواني على نهاية المباراة. زي ما قلنا لوكاس اللاعب رقم 17 غير الراجل بعد ما اتصد منه، خلى جيمي فرنانديز هو اللي اتصدى يحرز. جيمي فرنانديز اللاعب الوينج ليفت، الهدف رقم 24. 54 دقيقة تبقى 6 دقائق على نهاية المباراة، 24-22. ينزل في الهجوم محمد مجدي لاعب النادي الأهلي، محسن رمضان، أحمد خيري، تسديدة ورمية جانب، بلوك من اللاعب رقم 22 كونان كاري. كونان رمية جانب، كاستيلو محسن رمضان، أحمد مصطفى خيري، محمد مجدي. وادي بيشاور على التكتيك أحمد خيري، محسن رمضان، ودفاع من القوي كونان كاري. رمية حرة، ياسر سيف، أحمد خيري، محسن رمضان، يقطع الدايرة كاستيلو وياسر سيف، إشارة لعب سلبي لياسر، تتقطع من أحمد خيري من اللاعب أرثر لي. مباراة قوية بيأديها لاعبي النادي الأهلي، مباراة قوية أيضا بيأديها فريق مونبلييه الفرنسي، تاني الدوري الفرنسي اللي هيلعب. وادي هجمة والهدف رقم 25، الهدف رقم 25 أليكسيس بيرفييه لاعب مونبلييه، 25-22. هيلعب مونبلييه في دوري أبطال أوروبا في مجموعة نارية بتضم ماجدبورغ الألماني حامل اللقب، وفيسبريم المجري، وبرشلونة الأسباني، وجوج الدنماركي، وفيسلا بلوك البولندي، وبورتو البرتغالي، وتيسلي السلوفيني. تيسلي السلوفيني تغلب عليه النادي الأهلي. هجمة مع النادي الأهلي، محسن رمضان، أدي الأسباني ديفيد ديفيز أحد أقوى المدربين على مستوى أوروبا وعلى مستوى أفريقيا، مدرب منتخب مصر السابق. مجدي، أحمد مجدي، محسن رمضان، أحمد خيري، اختراق من أحمد خيري، ودفاع من القوي كونان كاري لاعب بومبلييه الأسمر. كونان كاري يشارك لعب سلبي على النادي الأهلي، أحمد خيري محاولة اختراق ودفاع من كونان. 25-22. محمد مجدي إشارة لعب سلبي، تسديدة من أحمد مجدي، وتصدي من العملاق ريمي ديبوي حارس المرمى العملاق، حارس من أحسن حراس المرمى في أوروبا اللي بينزل مرة تانية بيشاركوا باتريس كانييه آخر 6 دقايق أو 5 دقايق من أحداث المباراة، ريحوا على مدار الشوط الثاني بالكامل، وأشرف تشارلز كولدينجر حارسي مرمى على مستوى عالي، أحمد هشام، السيد سكوبي أحمد هشام، وتصدي من عبد الرحمن طه. مجدي، هجمة للنادي الأهلي في محاولة تضييق الفارق، 25-22. محسن رمضان، اختراق وتسديدة وهدف من محسن رمضان، 25-23 لصالح
مونتيليه الفرنسي تايم اوت. وقف حكم المباراة المقدوني جورجي ناشفيسكي المباراة. لسلامة اللاعبين توقف المباراة لسلامة اللاعبين في مية على أرضية الملعب. تمثل خطورة على اللاعبين. هجمة سكوبي مونبلييه فيلمون كيليان لأرثر لي لسكوبي لدودو لسكوبي مرة تانية لفيلمون كيليان لوينج رايت وفاول عكسي لوينج رايت فالنتين فورتي. هجمة للنادي الأهلي 25-23. محسن رمضان محسن رمضان محمد مجدي محمد مجدي وهدف هدف 25-24. ينزل الفارق من 3 أهداف لهدف. يلا يا رجالة مباراة قوية مع تاني الدوري الفرنسي بطل أوروبا مرتين. 28 دقيقة 15 ثانية فرق هدف. مش بعيدة المباراة لسه 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 المباراة فيها. سكوبي مدافع مدافع ادي كاستيلو خارج مان تو مان. سكوبي سكوبي وتايم اوت تايم اوت. يطلبوا المدير الفني لمونبلييه الفرنسي مستر باتريس كانييه. هجمة مهمة فرق هدف لصالح مونبلييه الفرنسي. مباراة قوية بيأديها لاعبي النادي الأهلي دفاعا وهجوما وخاصة في أحداث الشوط الثاني. ما ضيعناش كتير الشوط الثاني فرص سهلة. كورة من على الدايرة بتسديدة. الشوط الأولاني ضيعنا أكتر من هجمة وأكتر من انفراد وده اللي عمل فارق الأهداف في الشوط الأولاني اللي انتهى لصالح مونبلييه 14-9. قدر النادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني وفي وجود صحوة من لاعبي النادي الأهلي في الدفاع والهجوم إن احنا نتعادل أكتر من مرة مع مونبلييه الفرنسي. تايم أوت تايم أوت يطلبوا باتريس كانييه المدير الفني لمونبلييه الفرنسي. هجمة مهمة جدا هجمة مهمة جدا لمونبلييه وهجمة مهمة جدا للاعبي النادي الأهلي. مدافع يا رجالة المباراة مش بعيدة. سكوبي الخطير لدودو لفالنتين بورتي لدودو دفاع بورتي بورتي لدودو دفاع قوي من النادي الأهلي 6-0. سكوبي وتوقف للمباراة. مية على أرضية الملعب. وقف التايم عايزين نشوف التايم يا جماعة كام. 25-24. مباراة ليست بالبعيدة. أدي إبراهيم المصري جنب محمد مجدي وأدي تعليمات من مستر ديفيد ديفيز ومحمد إبراهيم مدير الفني المدرب العام. رمية حرة لصالح فالنتين فالنتين بورتي الظهير الأيمن. إشارة لعب سلبي إشارة لعب سلبي على مونبلييه الفرنسي. أرثر لي التنفيذ لبورتي بورتي لدودو تسديدة لدودو بره بره تيجي في العارضة وتطلع بره. يلا يا طه يلا يا رجالة 25-24. أحمد خيري يخرج محسن رمضان محمد مجدي في الملعب محسن رمضان يرجع تاني في الهاف أحمد خيري
كاستيلو في الوينج رايت، وسيسا في الوينج ليفت، محمد مجدي وتسديده وتعادل. التعادل محمد مجدي. صاروخيه 25 25، 17 ثانية على نهاية المباراة. أحمد هشام السيد دودو، ندافع يا رجالة، ندافع دودو، دفاع على الدايرة ودفاع قوي من ياسر. يقف التايم اللاعب رقم 19 أرسلين. عايزين نشوف التايم يا جماعة، أقل من 10 ثواني. لين لسكوبي لدودو، دودو تسديدة من دودو، بلوك من الصخرة، إبراهيم المصري يروح عليها، ياسر سيف. تنتهي المباراة بالتعادل. مباراة قوية من النادي الأهلي ومونبلييه. تحية للمدير الفني ديفيد ديفيد اللي حول دفة المباراة في الشوط الثاني من تأخر فريق النادي الأهلي من 5 أهداف لنهاية المباراة بالتعادل، وكانت مباراة قريبة. النادي الأهلي بيلعب مع عمالقة أوروبا في دورة الأبطال بالبوسنة، مباراة قوية جدا في إطار استعدادات النادي الأهلي لموسم قوي مضخم بالبطولات. هيشارك النادي الأهلي في 7 بطولات. ننتظر حضراتكم غدا إن شاء الله في المباراة الأخيرة للنادي الأهلي مع سلوجا البوسني. شكرا أعزائي المشاهدين، ونتمنى أن نلتقي مع حضراتكم مرة أخرى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.